نحن إذا اخترنا هذا العنوان رجونا من خلاله من خلال أرضية نقاشه من طرف المؤطرين لهذه الندوة المباركة المساهمة في تجديد الخطاب الصوفي وإعادة الاعتبار له، وذلك برد مضامينه ومحاوره إلى القيم الأخلاقية في موضوع يناسب أجواء رمضان التي نعيشها، ولا سيما في العشر الأواخر حيث الروحانية عالية وحيث قيم التصوف التي اشتغل عليها أرواب التصوف، يعني تعمل في الصائمين الآن، هناك توجه إنساني عام لدى البشرية بشكل عام نحو، لا أقول التصوف، ولكن نحو كل ما هو روحاني، وهذا الشيء ملحوظ لدى الكثير من الأمم وفي كثير من البلدان والدول، وكل هذا إنما نتج عن طغيان المادية وشدة ضغطها وتأثيرها بكيفية، يعني اكتشف هذا الإنسان أنها لا تناسب حقيقته الخلقية وحقيقة وضعه كإنسان، لأنه امتزج فيه ما هو روحاني مع ما هو مادي. ولن أعبر عن سروري بحضور والمشاركة في هذا الملتقى طيب حول التصوف الذي كان ولا يزال أحد الموضوعات المهمة جدا متعلقة ببناء الإنسان وتربية الإنسان وتقويم سلوكه وتجنيبه كثير من حرفات الآن التي باتت سائدة وباتت ظواهر مقلقة ومهددة للأمن والاستقرار. نرجو الله تبارك وتعالى أن يتكلل هذا اللقاء بالنجاح والتوفيق. روحانية رمضان لا يناسبها إلا روحانية التصوف، فالروحانية في رمضان وفي التصوف هي روحانية واحدة، ولهذا ينبغي للإنسان فعلا أن يستحضر الآن ونحن في رمضان في هذا الشهر الكريم أن يستحضر كل ما من شأنه أن يسمو بالهمة نحو هذه المقامات السامية في الروحانية وفي الأخلاق وفي كل ما يتصل بهذا الموضوع. وأريد بطبيعة الحال أن يعني أقارب الحديث عن التآلف الموضوعي بين التصوف وبين الأخلاق وعن التقسيم المنهجي للتصوف، والذي نجد فيه الأخلاق هي المادة الطاغية لا في قسمه الأول ولا في قسمه الثاني الذي سنتحدث عنه، ثم ثالثا سيادة المنهج الأخلاقي الصوفي على كل العلوم والمعارف بدون استثناء، وأخيرا إشكال الوصل والفصل بين التصوف والأخلاق. فيما يتعلق بموضوع القيم هو موضوع واقعي عصري جديد بطبيعة الحال، والحديث عن القيم في مجملها هي عبارة عن مقاييس وقوانين تنبثق من روح الجماعة. هذه القيم هي مقاييس وقوانين ومقاصد تنبثق من روح الجماعة، فتتخذ معايير يصار إليها في ضبط السلوك العام، وتطغى عليها أولا صفة الإلزام والثبات على مرتكزات الهوية، لا سيما القيم الدينية والأخلاقية التي سنتحدث عنها في منظومة التصوف. ثم القيم بوصفها مقاييس وقوانين ومعايير يتداخل فيها المعرفي والوجداني، يتداخل فيها المعرفي والوجداني. موضوع المداخلة في هذه الندوة القيمة التي تناولت الحديث عن القيم
الأخلاقية في الفكر الصوفي، قاربت فيها قضية انتظام القيم الأخلاقية في الفكر الصوفي والسلوك الصوفي. يعني تحدثت عن ما يتعلق باستبطان التصوف لقيم أخلاقية مثلى، هذه القيم يعني قاربها التصوف في شقين اثنين، أولا في تصوف الأخلاق وفي تصوف الأذواق، أي التصوف العملي الأخلاقي والتصوف النظري الفلسفي. سيدي راشد عياد يتفضل بتقديم وباحث بسن الدكتوراه وابن الطريقة بوشيشية القادرية وابن مدينة طنجة، وهو الصاهر مدير مهرجان معراج الروح في نسخته الأولى. حقيقة أن الإخوة استدعوني على أساس أنهم سيقومون بتكريمي يعني يعني يعترفون ببعض ما قمت به، فأنا أشكرهم شكرا جزيلا على هذه البذرة الطيبة وعلى هذه الالتفاتة، وهي إن دلت على شيء فإنما تدل على أن الأمة تهتم بمفكرها، تهتم بعلمائها، تهتم بباحثها، وهذا شيء جميل جدا. هذه عادات ومسائل حسنة لا بد أن نكرسها في مجتمعنا الذي يشكو اليوم قلة الاعتراف، يعني وهذا يعني اعتراف يعني بما قمنا به وبما يقوم به المكرمون جميعا، فجزاهم الله كل خيرين. جنة الله أنوار وتبليغ وقد جمعتهما في العلم يا فيه.